هذا المؤتمر البديع، مؤتمر دبي الدولي للفروسية في نسخته الثانية المقام في قاعة زعبيل بالمركز مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 15 إلى 17 مارس 2018. لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لسيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمه ورعايته لهذا الحدث، وأيضا أشكر كافة المشاركين الذين حضروا من خارج الدولة ومن داخل الدولة للمشاركة في تقديم جلسات هذا جلسات المؤتمر وتقديم كافة العلوم التي في جعبتهم، شكرا لهم جميعا. وأيضا أشكر كافة الإعلاميين وكافة الداعمين الذين دعموا هذا الحدث، مجلس دبي الرياضي، الهيئة العامة للرياضة في دولة الإمارات، وأيضا أشكر صحيفة البيان ومجلة العاديات ومؤسسة دبي للإعلام وتلفزيون الفجيرة ومجلة ديانا سكوب، وأيضا أشكر جميع من ساهم معنا في الحضور وساهم معنا في إنجاح هذا المؤتمر. وإن شاء الله ألقاكم في العام المقبل بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.